هي سكواد ده 88 وانا مش عايز اصرف فيها الصراحه. ازرق اوه الايكون بيك المومنت اللي هنعمله ايه؟ عمر مش شايف، هنفتحها انا مش هعمل اي رياكشن. شو تايم كابتن عمر. يا مساء الانوار عليك يا كابتن جمعه وعلى ضيوفك الكرام في الاستوديو. منورنا، اشكرك. عمر جالي الاستوديو لحاجه هتفهموها بعدين، بعدها قلنا اكيد مش هتعمل، مش هنسيب عشان نمشي كده بالظبط. فدا اكاونت عمر عندي، هنعمل ان شاء الله تحدي الايكون البيك المومنت من عندي ومن عندي، فهنبتدي من عندي. ابتدي يا باشا. ولكن عمر عنده ترقيات كتيره ما عملهاش وماركي، فاحنا هنظبط له الاكونت وبعد كده الله محترم الله محترم وبعد كده هنعمل له لايك. انت بتقول ايه لما يكون حلقه طويله يعمل كوبايه شاي ولا يعمل سنة. كان بيعمل ايه؟ يعملوا ايه يا باشا؟ يجيب كوبايه كابتشينو. ايوه، يروق على حاله ويحط 2 سكر ويشربه عشان بحبه. بالظبط، وروق على حالك عشان الحلقه دي للعويصه. حلقه حلوه وجميله وممكن تطول وهتبقى لذيذه. فقبل ما نبتدي يعملوا ايه؟ لايك وشير وسبسكرايب ودوس على جرس التنبيهات عشان يوصل لك كل جديد اول باول. وخلاص على الكابتن جمعه، فاضل الحلوتك، فاضل على حلوتك، عايزين نوصل ل 100,000 بقى. بس كده. قناة عمر في الديسكريبشن، ما تنساش تشترك فيها. ويلا بينا نشوف. تخلي مثلا ثلاثة مراوح برومانديني. ما تعشمنيش وما تعليش سقف التوقعات. نخش في الموضوع. خش في الموضوع على طول. أول حاجة معانا النهاردة، عايز لياو. لياو 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 رافائيل لياو. توكلنا على الله. أو ثيو هرنانديز. انت كده خدت الواجب لو جالك ثيو. يعني انا تمام. او بس مش فاكر مين تاني. ازرق ماينان اسفين يا مهدي. حلو، مش وحش. خش ترمي في اي داهيه. بالظبط. ال 80 في 10 عايز لياو. طب يلا بقى اتكل على الله عشان الليلادي تعدي على خير. مونكيز دي دي. لا لا، عادي. مين دول؟ انا بس موقف ناس امن على النادي عشان ما حد دخل زي كده فجاه اسحبش اي حاجه من النادي. غمض عينك. طيب. دي ابني، دي باك بتاع. مش مشكله، مش مهم، طلعت عشان اديك في النضاره. انت اللي هتغمض. اهو يا سيف. سيئه، احنا رامين فيها يليوي. كل دول كلهم دوب. شكلنا نعمل ترقيات. اربع باكجات. انا عايز من الباكات دي رونالدينيو. اوبا الله وكاوت لويزيتو. لويس تجينا كده ترمي في اول اسم حالا حالا جدع. ورا حد اللي بعده ان شاء الله 85. لا عايزين بس يزوق. 86. الله 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 الله. بص 86. لا 87. يلا يا سيدي. اعتقد يلا يا سيدي عندي اصلا. عندك بس ده بيتباع. هنرميه في الترانسفير ليست ونرجع نجيبه تاني. وثاني حلو. انت دوري الماني جدا. دول بقى مش هيجي منهم حاجه. 81 مثلا، يعني دي بتدي 81 من سيلفر على طول. والله العظيم يعني ماشي. مكسر روح ارميهم في البيك. كسلنا باشا. واحنا هوا باشا مش هيمشون على مزاجهم. يا ناس يلوموني في الرجال ده. اللعبه مش هتمشينا على مزاجها يا كابتن جمعه. يا ناس يلوموني في الرجال ده ومرجلته. مش اليوم مين صرنا واحنا هوا واسباني و83. لا خمس. حلو. طب والله حلو، يعني ارحم، يعني الحمد لله خارجين مربوح. خارجه مربوحه. ماشي، نعمل شويه بكات شويه بكات. نعمل ايه دفعه فيها؟ نعمل 10. 10 بس كفايه. 10 ونرجع لكم بعد الفاصل. 10 82 10. يا مسهل الحال يا مسهل الحال. على الاقل 2 ازرق. افتح اللي في النص دي. ماشي. شفت؟ عايزين بس 85 وطالع. ماشي، نفتح اخر واحد. ها ازرق. اللي يعجبني. دوري ايه ده يا باشا؟ ده دوري الالماني. يخرب بيت المانيا انت وهي. ازرق تاني ولا ايه؟ حلو. حلو يا رياض. يا رياض ولدنا. افتح اول واحد. ولد مين بالظبط؟ ها
حلو هات ال 84 ده. حلو حلو حلو. ايوه ازرق. 91. هو انت بتعرفها من ايه؟ وهي بتتفتح عشان لا 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 اقسم بالله انت ساحر. شايف شايف الازرق اللي بره بيبقى باين يا ابن اللعيبه. انا عمال اقول ده هاكر ولا انت بتجيبها منين دي يا ابن اللعيبه؟ ماشي نفتح دي. يا رب ازرق كمان. لا واحد كمان ازرق. لا بونوتش 85. انت قلت على الاقل اتنين ازرق وصدقت. الحمد لله رب. ثلاثه بقى مش ثلاثه. الاخيره الاخيره هتبقى ووك اوت يا رب يا مسافر. اتفضل. ليه اقول لك على حاجه؟ 2 و2 4 و3 7 لو جمعتهم على بعض ووك اوت. حلو. احنا ممكن نبتدي طيب بالايقون. نبتدي بقى نسلم. احنا كل ده بن ايه سلم علشان انا مستني نكته المومنت. ايه ده؟ مش ده اللي طلع لك؟ ده الاسطوره الحيه. ده الاسطوره الحيه للنادي ده. سيب. ايوه. ها هوب 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 اخر واحد. هوب. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه جاهزه يا باشا. وعناية. ايه يا عم في ايه؟ تعمل ايه؟ عايز من دي يا عم. مش لسه في اول انا عارف انا يمكن طلع لنا الاربعه ايضا. 85. طيب كروات بس نعمل 10 بكات كمان ولا نعمل ال سكواد التاني؟ نعمل سكواد. لا نعمل سكواد التاني. سكواد التاني كليني. ودي باشا انت مقطع بطاطا. ودي مش ده ال ماينان. ودي انت عارف ان زي ما قلت لك الانجليز بيقولوا على الجده نان. فانت بتقول ماي نان يعني جدتش. جدتش. ادهم بيقترح انه نلعب السوابس اونلاين. انا عندي كارت من السواب الثالث ده موجود. واحد فقال لك ايه لا نلعب بقى واحد وبالضمير وبتاع. من اول ماتش دخل فيه جون رحت المنسحب. خد هو الدراع دخل فينا جون رحت المنسحب. قال لي بقول لك ايه الضمير مش نافع. قلت له خش يا باشا فرقع فلوس فرقع فلوس يا رب. بس ايه 50 كيميا. بص على الشعر الحاجات اللي بالشعر دي. على الشعر دي بتقلقني. احنا شكلنا بقول لك ايه شكلنا ناخدها في وشنا. لا احنا شكلنا نخلصها دلوقتي. يلا يا باشا يلا يا باشا يا ساتر. هوبا حل عني. بسكوتا رودري. خد ده بيست ال بيبي. يا لهوي ده لسه كان طالع لك في الاول. انا فاكر لما قلت لنا وكنت متغاظ لا له يعني بيست البيبي. لا خلي بالك. كاردوبا. كاردوبا ده من اساطير النادي ده. اساطير. خلي بالك نسيب الاساطير دول يعني بالك. دول هم ايه؟ دول اللي هم يعني ما فيش مساس بيهم يعني في الاخر قوي اخر اللعبه وهي بتشطب. لا اللي هو ايه مش لاقيين حد نرميه فين فنضطر نرميه غير كده. لا مكنزي ده كارت لو كان اتطور وقتها كان بيقول لك هيبقى حاجه يعني كان هيبقى فشيخ الصراحه. عايزين كارت يكون حلو. يكون حلو بس كده. دي مواصفاته. يكون حلو. يكون حلو. يركب على التشكيله ينهي هذا العبث. نادي ابتدى يقول لك انا عايز ناس. افتح لي باكات. افتح لي باكات. نسينا ده. بس الباك اللي بعديها هنعمل ايه؟ هنشوف. ناقص وان سكواد. ودي وان اونو. لا لا فاكر معفنا. لا تقلق. اقتربت يا عمر. لا تقلق. لا تقلق. لنا كده هنوقف التسجيل ونعمل باكجات ونعود اليكم بعد الفاصل. 10 كمان ان شاء الله يطلع لعيبه كفايه نخلص اخر سكواد. يا مسهل الحال نخش في الموضوع. ماشي. طيب. بدايه مشرقه. المشرقه بالتفاؤل. ازرق. لا 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 احنا هنقضيها 82. هي سكوادها 88 وانا مش عايز اصرف فيها الصراحه. ازرق. هنا ساسكت قليلا. ده يلعب. ده يلعب في الاس بي سي. يلعب اس بي سي. انت شايف سعره 200 وحاجه باشا. 96 ريد الاسبوع كده اعتقد البتاع خلصت. خلاص 85. حلو الكلام ده. ايه رايك فيه؟ فلاحوفيتش. خلاص يا باشا لقطت انا موضوع الازرق ده. لقطته عيني عليه بقى. مفيش لسه. الله مركز. الله انا الله مش مركز في الريد اللي بيطلع. انا برضو عشان كده اند فراي مثلا ما خدتش بالي انه طلع. اوكي عشان بدور على الازرق. مفيش. ماشي بس هم اغبياء قوي يعني ما يحط البتاع على الازرق بحيث ما يبانش. لا ما الديزاينرز مش عندهمش وقت. ما عندهمش. ما اخر اتنين. تفتكر ازرق تاني؟ لا اللي جاي ده اخره 82 مش هيزيد عن 83. ازرق. خدت بالك هنا ولا لا؟ حلو. شفتها. اسمه ايه؟ باي 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 حبيبي باي باي زيو زيو. حلو ده. انت جاهز؟ انا جاهز.
انا جاهز جاهز بالنكاتة يا سلام لو تروحني يا برونالدينيو ها يا برونالدو ها يا بزيدان ها احلامك ناطحه فوق احلام يقظه احلامك في السماء لا باشا نشتري انا ما تزلش لحد تفتكر انا ما تزلش لحد يا باشا نشتري ما نعملش بيكات صح كفايه طب اقول لك حاجه اتفضل عايز تعمل خمسه قدام الناس ايه ثلاثه ثلاث بيكات بس ثلاثه من غير ما يحسوا من غير ما حد ياخد باله ودي ازرق واحد اعتقد يعني. ازرق واحد يوفي بالغرض او كوت اي حاجه يعني. ازرق لا ماشي النبي والنبي 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 اصفر لا كشاتك باشا فلوسي حاضره طلع محفظه فلوسي حاضره عايز فلوس خد اتفضل حط 96 كان 96 كده يمكن ما ياخدوش بالهم ومروح بالله عليك يمكن ما ياخدوش بالهم يمكن يبقى في بجايه ولا 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 اي اسمها ايه لنا جامد اي جليتش ولا حاجه جرب كده بس حط 86 مكان في هجرب يا ابني مش ياخدوا بالهم هيخليها فاهم 84 الاسبوع خدوا بالهم خدوا بالهم للاسف نزلت 84 مش شغال الله ليفندوكسا ده جه ده دول احلى 40000 فاهم طب ده حلو الكلام طب ما نشيل فلاهوفيتش ونحط الستة انا هسلم توكل على الله بسم الله الايكون بيك المومنت طبعا بما انك عندي فهنستسمحك يا استاذ الف ديجاري اللي هنعمله ايه بكل بساطه اتفضل عمر مش شايف هنفتحها ونبتدي توقع تختار الاول او الثاني والثالث ونبتدي نسال اسئله انا مش هعمل اي رياكشن ماشي انا هفتح البكايه يا ساتر يا ساتر الله بسم الله الرحمن الرحيم اوبشن 1 و 2 و 3 اسال اوبشن 3 ايوه مدافع غلط مهاجم اوبشن 3 مهاجم اوبشن 3 ها مهاجم انجليزي جنسيته انجليزي لا جنسيته من التوب 9 يس اها برازيلي لا ايطالي لا اسرع اسرع هولندي لا فرنساوي يس فرنساوي يس مهاجم فرنساوي يس كانتونا نو هنري يس هنري رقم ثلاثة الله عمرو جمعة الثاني ايوه عشان مدافع يس توب 9 ايطالي لا هولندي لا أرجنتيني لا شكله حاجة حلوة شكله حاجة حلوة برازيلي برازيلي أيوة. اسمه ايه ده كافو لا روبرتو كارلوس يس روبرتو كارلوس هيخش في فريقك روبرتو كارلوس هيوفر لك كاشات روبرتو كارلوس وهنري ماشي طيب اول خط نص لا جون والله قلبي كان حاسس بيتر تشيك لا الولا ياشين فاكر انا عملت لك فاندر سار فاندر سار لف هنا ساسكت قليلا بص ما دام فيها روبرتو كارلوس يبقى وين انت لعبت بهنري ما انصحكش ما تنصحنيش بهنري بتهاجم بمين بهاجم في الوقت الحالي بالاستاذ جارينشيا ومع نيمار احسن يعني انا في وضع احسن مرحبا بالاقرع روبرتو كارلوس الف مبروك وين ايه ده وريهم الفريق وريهم يا باشا خش سكن الراجل معاك حاجه تركنه ولا ركنه انا يا باشا لا ده فريق ده الفريق اللي كنا بنعمل بيه السواب المزعوم واللي فشل في الاخر ماشي الله لا وجاي راكب مستريح باشا عاد ترانسفر روح انت نشوف لك صرفه بعدين الف مبروك افضل ليفت باك او من افضل ليفت باك خلص نقلب خدت انت نفات انت خدت الحظ وفلقت نخش على الخازوق ولكن بعد الفاصل بالله عليك قول لي ماني عامل ايه يعني الساديو ساعات بيستعبط بس معظم الوقت جامد فشخ السنسون بيقول ايه بالله عليك سنسون ولدنا السنسون جنون الكوري وداعا للاولاد كتيبه السي جي جمعه ده ال 89 خلصت زي ما تكون فاهم كده كانها 84 بالظبط عارف ده معناه ايه؟ مش هتطلع ده معناه انك هناخدها في وشنا اير الكتروم بتبقى يا ترى يا هل ترى هيجي لنا ايه؟ شكرا
اللي بعده ايوه على الشعره يا باشا. لما ظبطتها الشعره زي اللي فاتت كده بقت لونك حلو. الاثنين 89 كده زي عندك بسهوله. ناقص الثمانية والثمانية وكوت بقى كانت تعبانه مفيش مشاكل. لما تعكس ايوه ده ما ده في بريمير ليج اعكس لورينتي مع جوانتوسي. يا عمر يا ابني في يا عمر ايه يا ابني انت كفيف يا ابني ولا ايه مش شايف ولا ايه؟ ده واضح يا ابني ضوح الشمس يا ابني. ما تركش. انت كنت رايح النادي تجيب حد رايح النادي خارج تجيب حد من بره يحاول يحلها. بيباع والنبي حد غل ايه مين ده مين ده جواو باولو يا رب برازيلي في لايك. ده معناه ايه ان انا هتخزق جدا خدت الحظ بكام ده لسه شايف ب 40000 حلو تمام نفس تمن اللي بندوكس حلوين ال 40000 دول سلمني دي سلمني بس دي انت الله يخليك. خلصت الحكايه وخلصت الروايه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم جاهز بسم الله ماشي. انا معتمد ان انت شخص بروفيشنال مش تعمل اكشن الحلو او الوحش. نبتدي باول بيك مدافع نو خط نص يس انجليزي نو اوروبي يس اسباني نو ايطالي نو فرنسي نو برتغالي نو انجليزي اسباني ايطالي فرنساوي الماني يس ما تقولش والله لو هو ما تهزرش ماتيوس لا بلك لا مخ توقف عن العمل هنج ماتيوس هو سنترال صح مين تاني مين العفن لا ما اسمح لكش ما اسمح لكش لانه ليس بعافن لم يس يس شفت لما قصوت عليك وقلت لك انه مش عافن شفت طيب ها التاني ولا التالت التاني ماشي حارس لا مدافع لا مهاجم يس جنسيته من التوب ناين الماني لا اسباني لا اوروبي فرنسي لا ايطالي زولا لا فييري لا حد يعني انزاجي زولا هو دايما واقف على الاخير يا عم توقف على الاخير ليه سنترال يعني حد سنترال ولا مجنح لا سنترال ديل بيرو نايس بوي الثالث مهاجم لا يخسر ميدفيلدر لا يخسر مدافع ايطالي لا فرنسي لا برازيل لا انجليزي صحيح كول صحيح حلوه يعني نفدنا ها؟ طب بص بقى انت دلوقتي قدامك حل من اختيارين هو مفيش غير لام اللي هتاخد ما تاخد جو كول خد انت جو انا عن تجربه اقسم بالله نحلة والله نحلة في نص الملعب احسن من فابينيو ال 92 يا باشا لام ده ما يقعدش عندي دكه اساسي في الفرقه دي له فرصه طبعا ولادنا الماومو والفيزيكال ما بتحسش بمشكله فيه والله العظيم عظيم انا بالنسبه لي كان برنس الصراحه والله العظيم عظيم عظيم تعرف ده معناه ايه سيدي عمر المحترم هتبيع مين لو انا كده ممكن ابيع باكنسيلو واجيب اي ليفت باك يطلع لي يلعب يا عم هو كانسيلو ده حلو جدا انت معترض عليه ليه توفيرا للمال توفيرا للمال انت معاك فلوس انت عايز تنهي اللعبه معاك كام يعني انا انهي اللعبه معايا صفر زي ما بدأتها زي ما انهيها مش عارف مش هسيب فلوس في البتاع طب انت عندك نونو مينش حلو يعني جامد اصل ده كان لا يعني انا بصراحه هو اللي كانسيلو كانسيلو ماشي بس هو حلو جربه ده كان مش واو ده ما لعبتش بيه بس ده عشان اشتريته ولعبت بيه كان حلو الصراحه يعني نعمل كده وبعدين بقى نعمل كده جيم مدرب تلعب بيه هو نايس ركز معايا انا سعدت نورتني شكرا عيب بقى خناجيه انا جاي بيت اخويا بقى ما تصغرناش ربنا يخليك يا عم صغرناش بقى ومش اول زياره ولا اخر زياره عشان الامور تبقى واضحه على الاطلاق نورتني يا استاذ عمر و حبيبه كابتن جمال الف شكر على لام نجربه نتخزوق تشكرين على روبرتو كارلوس يا سيدي 92 و92 خارجين حبايب يا سيدي ماشي مش عايز اقول حاجه قبل ما نقفل الحلقه عايزين نقول ان شاء الله يعني المزيد من المحتوى الكروي قادم والمزيد من المحتوى الجيمنج قادم
فلا تنسى تفعيل زر جرس التنبيهات والاشتراك والسبسكرايب. ويعني ان شاء الله نوصل قريبا للمئة ألف سويا. سلم عليا 100 ألف سويا ان شاء الله. ونصنع الامجاد سويا بعون الله يا وقناة عمر في الديسكريبشن. هيبقى في حلقة تانية عنده ان شاء الله. فده الذهاب وعنده العودة. العودة عنده الذهاب وهنا العودة بقى خطيرة بقى لان فيها ايه جيم بلاي قابل وقعد. نشوف بقى لامو روبرتو كارلوس دول هيعملوا. هنشوف. ماشي نورتنا مع عمر فرصة حبيبة كابتن جمعة. سلام عليكم.